العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام على صاحب السكينة، وعلى المدفون بأرض المدينة. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا زين القيامة، يا شفيع الأمة، يا نبي الرحمة، فجعنا بك يا رسول الله. مصيبة ما أعظمها من مصيبة، ما جت لها السماوات واهتزت لها الأرضون، وأظلمت الدنيا واغبر الكون، وتصايحت الملائكة في السماء، كل ينادي ونبياه أيوا محمدا، ومصيبتا اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي، وإذا وما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للرجال بمرصدي، وإذا دهتك مصيبة تشجى لها وويلا، فاذكر مصابك بالنبي محمد. لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المختار أصبح ثاويا وويلا، يا خير من وطأ الحصى لا تبعد وجهي يقيك الترب، يا رسول الله وجهي يقيك الترب، لهفي ليتني والست قبلك في بقيع الغرقين. نور أضاء
الله على البرية وانطفأ ذلك النور في مثل هذا اليوم. ظلمت الدنيا عليك يا رسول الله. نور أضاء على البرية كلها يا من يهدى للنور المبارك يهتدي. والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد صلى الإله. ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد نادة دمع العين همال. يا بوي جسمي صاير خلال ويا ريت عمري كان لا طال ولا عيش عقبك بحسن أحوال. نادى عليها والدمع سال لا تكثري عتبك بولوايات ولي من رأيتي نعشي انشايال. ميلي على خواض الهوى يقلها يا فاطم لجرع كاس المنية جابك يا زهرة لا تشقينا علي صدل الحسن ومدامعا بخدايا جرية شاف الحزن نحل عظام وقرح العين. وويلاي قل لي يا عقل ذوبيت قلبي من بجاه ابو الحسنين بالله سكت ابنا ودعتك الله في امان الله ودعتك الله يا علي والملتقى هنا شبكة الزهرة على رسول الله باليده. أين المنادون هذا اليوم ومحمدا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون أحسن الله لنا ولكم العزاء بهذه الفاجعة الأليمة والمصيبة العظيمة التي حلت على العالم الإسلامي في مثل هذا اليوم، ألا وهي مصيبة فقد النور، فقد الجمال المحمدي،
فقد الكمال الإلهي، فقد سيد الكائنات أشرف الموجودات، نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. ولا نمتلك ونحن نعيش في رحاب هذه الذكرى الأليمة إلا أن نرفع أحر آيات العزاء والمواساة لجميع أبناء الأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، ونقف وقفة إجلال وإكبار وإعظام وتقديس لنجول بفكرنا في سمات العظمة التي تجلت وظهرت في شخص هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. جاء خاتما لرسالات السماء، مؤسسا لأكبر مشروع حضاري ثقافي أممي عالمي على وجه الأرض. أكبر مشروع قائم على وجه الأرض هو مشروع النبي صلى الله عليه وآله، وهو هداية الناس من الضلالة إلى الهدى وإيصالهم إلى رضوان الله عز وجل. وقد جاء يحمل معجزته الخالدة ألا وهي القرآن الكريم، برهانا ساطعا على صدق دعواه وأحقية نبوته. يقوم لك واحد الحين نصراني والله يهودي ما ادري شنو، يقول لك ما الدليل انت تؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه واله وتعتبره خاتم الانبياء ورسالة الاسلام ختمت كل الرسالات، فما الدليل؟ اعطني برهان. احنا ما نشوفه. اللي عاشوا في ازمنة الانبياء يرون الآيات والبراهين الساطعة، وكما يقول العلامة المجلسي رضوان الله عليه كانت لرسول الله 4000 معجزة، يقول عنها ابن شهراشوب في مناقبه ما أحصى العلماء ولا 1000 منها، أكثرها راحت ما بقي منها شيء، اندثرت من جراء الحرب الأموية الحرب العدائية للقضاء، هم رادوا يقضون عليه من قبل ولادته يمسحون هذا الدين. فلا أرى شيئا من معاجزه. اليوم يوم المعضلة، ما هو الدليل؟ أطني برهان صادق. عمدة الاستدلال الذي اعتمد عليه علماء الكلام منذ قديم الزمان، يعني منذ عهد شيخ الطائفة الأكبر شيخ الطوسي على الله في الخلد مقامه، هو صاغ هذه البراهين العقلية والمناهج الاستدلالية ودأب عليها علماء الكلام كالسيد المرتضى علم الهدى وغيرهم، يعتمد على قاعدة اللطف. اللطف هاي اللي تثبت بيها، هاي أحد البراهين العقلية. اللطف واجب على الله. واحد يقول من اللي يقدر يوجب شيء على الله عز وجل؟ ما حد يوجب عليه، إنما هو يوجب على نفسه. شوف مقتضى كونه عليم حكيم قدير خبير غني عن العالمين، من تؤمن بهذه الصفات الإلهية فأنت تؤمن بلطفه. لابد أن يلطف بعباده، لأن أول القضية احنا نسأل أنت خلقتنا في هذه الدنيا لحكمة؟ لو عبث يقول إيه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هاي الغاية. إنزين أسألك، هاي عبادة شلون تريدها؟ كيفما تحب أو كيفما نحب؟ يقول لا أريد مثل ما أنا. إذا أنتوا عبدتوا بما تحبون هاي صارت عبادة هوى، أي ميولات، مو عبادة الله، لأن مقتضى العبودية امتثال أوامر وانتهاء عن نواهي، وهذا معناه. فإذا كنت تريدنا أن نعبدك كما أنت تحب بين لنا. هاي المقدمات صفها، يعني هذا العقل يتكلم هكذا. بين إلنا، انصب لنا علما هاديا، يبين لنا طريقة عبادتك ويعلمنا أحكامك وينهانا عن نواهيك.
شوف هذا واجب. ليش ما تنصب يعني؟ ليش ما تبعث رسول يهدي الناس إليك؟ ليش عاجز والعياذ بالله؟ عاجز يعني ما تقدر تبعث. جاهل أيوة ويله، هو عالم بكل شيء وقادر على كل شيء. بخل حاشا لله وهو الغني. فمقتضى الإيمان بعلمه وحكمته وقدرته وغناه أن ينصب، أن يلطف بعباده، فيبعث لهم رسولا هاديا مبشرا ونذيرا. لازم، هاي يسمونها قاعدة اللطف، هاي الصياغة. إنزين الحين كل من إجا وادعى أنه نبي مشينا وراه، حتى لو واحد حاط على رأس ريشة صفقنا، هذا مشكل، إن هذا منصب كل من يتمناه تطمع فيه النفوس. لازم إذا إجا واحد يخبر عنك أنه نبيك مبعوث من قبلك، خلي يجيب ويا آية إعجازية، يسموها معجز. معجز يعني يعجز البشر عن الإتيان بمثله، يعجز، ما حد يقدر. أمر خارق للعادة، مو خارق للعقل، ما ممكن يخرق العقل، إنما خارق للعادة، يعني ليس من عادتنا، ليس من طبيعتنا أن واحد يمشي على ماي. بس مستحيل، لو مو مستحيل أكو يمشي له، يطير في الهواء، يطلع لك ناقة من بطن جبل، يقلب لك العصا ثعبان. أي كل المعاجز هكذا، واحد يقول ما أدش، إيه لازم ما أدش، هي من تدخل العقل بطلت، ما صارت معجز. على حد تعبير العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه يقول الاتيان بالمثل فرع الفهم. ما هو الخلي يفتهمونه شلون صارت، حتى بعدين يسوون مثله، لحين ما قادرين يحللونها. تتب نبي مثلي ومثلك، هاي ما صارت. لابد يؤيد الأنبياء، يسددون عناية رعاية ألطاف إلهية خاصة تغمرهم وتسددهم. شلون صاروا أنبياء؟ يصيرون سادة الخلق. فمتى ما جاء مخبر عن السماء وهو يحمل آية إعجازية بيده، كانت دليلا على صدق دعواه وأحقية نبوته. وقد جاء النبي صلى الله عليه وآله بهذا القرآن المعجز اللي لليوم ما قادرين. فصحاء بلغاء العرب، هاي لغتكم، احنا ما جبنا حكي جديد، هاي الأحرف اللي تتكلمونها، كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، يلا طلعوا آية واحدة بس. هذا كتب اقتربت الساعة، هو ايش قال؟ دنت، دنت الساعة وانشق القمر وقامت عاد الدنيا. إلا آية العين شالوها علقوها في جوف الكعبة، من المعلقات إلى أن نزل الوحي اقتربت الساعة. هذا ما سمع الوحي نازل، إجا إلى الكعبة فتح بابها ونزل قصيدة مزقها ورماها على الأرض. تعال أنت ايش سويت؟ قال روحوا، ما تفتهمون، أنتوا عرب بس لسانكم عوج، ما تقرون عدل. إذا أنت وش قلت الحين؟ دنت الساعة، وهذا قال اقتربت الساعة، فما الفرق بين الدنو والاقتراب؟ قال أنا أدوخ حالي ويا من، يلا روحوا. اليوم وإذا مجمع العالمي للغات يستخرج لك 27 لحاظ فرق بين الدنو والاقتراب. هي لفظة مكان لفظة، انت تقول نفس الشيء، لا مو نفس الشيء، تبدل كلمة يروح المعنى كله يخرب. حكمة، شوف ما وقعت عين السماء على هذه اللغة العربية بالخصوص واختارتها هي بذاتها من بين سائر اللغات إلا لدسومتها،
لمرونتها لحركيتها. لفظ هو كل لفظ له معنى ظاهر، معنى أظهر منه ومعنى أكثر ظهورا، وفي نفس الوقت إليه معنى باطن خفي ومعنى أخفى منه ومعنى أكثر خفاء، وهكذا دواليك 7 إلى 70 بطن في اللفظة الواحدة، الكلمة الواحدة، لا تقول نفس الشيء. وعلى هذا يعني تثبت القاعدة، هالحكي اللي قلناه تصل إلى نتيجة إنكار المترادفات. ماكو ترادف لغوي، هو إيش يعني لو واحد كفر بالمترادفات يعني أنكر السماوات؟ هاي قضية لغوية ما عدنا فيها شيء. على هذا البيان إذا تقول في ترادف، يلا شيل لفظة وحط مكانها لفظة ثانية، كل المعنى يخترب، كل المعنى هي نقطة حركة، حركة تبدل كسرة مكان فتحة تغير المعنى كله، مو بعد إلا لفظة بأكملها، لأن علاقة المعنى باللفظ علاقة توليدية يتولد من داخلها، علاقة ذاتية. فما ممكن هم تحيروا صعقوا، ولا البلغاء يشوفون من يقعد يقرأ آيات الوحي يجون وش يسوون؟ صافقون وصفرون، يحدثون ضجيج ضوضاء، لأن يعرفون أي واحد يسمع هالكلام النازل هذا الوحي يتكهربون، الناس تتكهرب يتأثرون به فيدخلون في دعوته. هاي آية إعجازية. وهذا ما نقرأه نحن بحساب الاحتمالات، برهان الذي طرحه السيد الشهيد الصدر على الله في الخلد مقامه رضوان الله تعالى عليه، راح حسافه خسأ، لو لم يكن من جرائم الطاغية المقبور إلا هذه الجريمة لكفى أن يكب على منخره، لأنه سحق فكرا كاملا ودسه تحت التراب. شوف اللي تنبه لخطورة المعضلة هاي اليوم في الألسنيات الحديثة والفروع العلوم المبتكرة والتشكيكات وإثارة الشبهات، كله ينخرون تحت يشتغلون، مو في العقيدة، لا العقائد ثابتة هي ما تتغير، منذ أن بعث النبي وإلى أن يرث الله الأرض بمن عليها، نحن نؤمن بمساحة واسعة من المعتقدات، بوجود الله نؤمن بالنبوة، نؤمن بالقيامة، نؤمن بالشفاعة، نؤمن بالإمامة، هاي كلها معتقدات حقة، إنما البراهين العقلية المناهج الاستدلالية التي تقوم عليها هذه المعتقدات تحتاج تطوير تنويع تجديد. ليش؟ لما قطعته الفلسفة الحديثة من مسارات هائلة في تقدم الفكر البشري، وصار إنسان اليوم يفكر بطريقة متقدمة جدا عن الإنسان البدائي القديم. هذا حكي تطرح على الأوادم قبل 50 سنة، خوش نورا على أنه هاي قمة العبقرية، أما اليوم ما يمشي، إن الناس فتحت غيرت تفكيراته، كلما عاش الناس أكثر كلما اتسعت مداركهم العقلية أكثر فأكثر، صارت أدلة كلاسيكية. فلذا عمد السيد الشهيد رضوان الله عليه ونعم ما صنع، اتخذ إجراءات طوارئ سريع استبدال المناهج القديمة ببراهين عقلية رصينة جديدة، وجاء بالاستقراء. ومن وين طلع السيد؟ يعني منزله من أرض لو طلع من أرض، من سماء لو من أرض؟ لا، هو موجود في عقل كل إنسان، هاي قضايا موجودة مصففة داخل، بس الناس ما كانت ملتفتة إلها، هو إجا رتبها. كان قياس أرسطي عايشين عليه من منطق أرسطاطاليس، السيد إجا قال لا، إحنا عدنا سير للحقائق وصول للمعارف من الجزئيات إلى الكليات، صعود خلافا لقياس أرسطو من كليات إلى جزئيات نزول، يعني طبق الكليات على جزئياتها. السيد يقول لا، هاي الكليات أنت من وين تجيبها؟ من وين تحصل القواعد الكلية هاي الموجبات أو السوالب الكلية؟ إنما نسير من الجزئي
بالاستقراء، فإذا أنتجت لك استقراء تاما فإنه يوصلك إلى اليقين. يقين تستقر القرائن ونقاط الاحتمال وتوازنها بكفتي ميزان عقلك. هذا العقل إليه كفتين، كفة الوقوع واللا وقوع، يقول معنا الإمكان والعدم، نسبة وتناسب يحصل، كسر وانكسار. قضية يمكن للوهلة الأولى تراها مستحيلة، ولكن تحف بها القرائن تعضدها وتصير يقين، تصير يقين. إحنا عاد رياضي لو منطقي، إحنا بعد ما ندخل دهاليز نوجع رأسنا، يكفي أنها توصل اليقين. العقل دائما يقارن بين مقدمات أي قضية ونتائجها، ويضرب السيد هذا المثل لطيف، يقول أحين يجي طفل صغير 4 سنوات عندك، مدرسة ما رايح، قلم ما شايل، بعد ما يعرف يكتب اسمه على براءته، يوقف على رأسك يوم من أيام وينشد عليك قصيدة عصماء 100 بيت، وش تقول يعني فصاحة وبلاغة، يعطيك بيتا تلو آخر. أنت من تسمع هذا الولد يقرأ عليك هذه الأبيات ماذا يحكم عقلك؟ وش تقول؟ ها؟ كم وين وين؟ قطعا جزما يقينا هاي مو من عنده. هذا متى مدى راح تعلم فنون العربية ونحو قواعد وصرف بيان وبديع عروض وقافية وشعر بلاغة وفصاحة؟ العلوم هاي كلها ليش؟ لأن ماكو تناسب بين المقدمات والنتائج. حتما هناك أحد لقنه هذه الأبيات فجاء وقرأها علي، يصل العقل إلى اليقين. هنا أيضا نفس الشيء، تعال طبق نفس هذا البرهان. والذي يدعي السيد رضوان الله عليه في مقدمة كتابه الأسس المنطقية الاستقراء يقول إني قد انتقلت بالبشرية 2000 سنة. هذه دعواها الحين، إحنا نوافقها لو نخالفها، النتيجة هو يقول هكذا. 2000 سنة إلى الأمام شلتهم قدام، بعد ما يحتاج يفكرون يدرسون، هذا برهان. إيش ما تريد من حقائق ومعارف الوجود تقدر تثبتها به، تعال الآن طبقه على مسألتنا موضع البحث. هناش عندك من مقدمات، ها؟ أمي، أمي يعني لا يمارس، ما يزاول عملية قراءة وكتابة، ومعناته ما يعرف، حاشاني رسول الله، ولا أنت تصير أفهم منه، أنت في جيبك قلم تقرأ وتكتب، أما نبيك ما يعرف والعياذ بالله، يفهم من هذا؟ أي سذاجة؟ هذه وقاحة، هذه منقصة. كيف وهو سيد الخلق، هو مجمع الكمالات، يقول مولانا الباقر سلام الله عليه كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يتقن 72 لغة، يعني اللغات العالمية في زمانه بطلاقة يتكلمها، حتى لغة الطير يعرف يحكي وياها، لغة الحيوان يتكلم وياها. أمي مرجعه لأم، مو هاي الأمية حين توطأ العف السبعينات محو الأمية. أنتوا شلون تسوون لنا إسقاطات على معاني قرآنية نزلت في الصدر الأول في الإسلام؟ ما حين توطأ محو الأمية، ما لها ارتباط، ما العلاقة. نبيل أمي من أم، أم القرى، يعني النبيل أممي، هاي معناته أمي منسوب للأم، أممية يعني النبيل عالمي. وين حين هالفهم؟ وين ذاك الفهم؟ هذا النبي الذي سيأتي برسالة عالمية للعالم كله للثقلين، وإذا جاء يختم كل الرسالات. أمي لكن ما يمارس، حكمة غاية لكون معجزته كتاب فقط، لا تمارس قدامهم عملية كتاب، حتى شنو تجي المعجزة في محلها. أمي لا يقرأ لا يكتب، يعني لا يمارس عملية القراءة والكتابة. في وين عايش؟ بؤرة فساد، جاهلية جهلاء، ظلماء، وحوش برذولة ما كانوا بشر، تصفهم الزهراء عليها السلام في خطبتها فتقول كنتم على شفا حفرة من النار.
يأكلون العقارب والحيات، يئدون البنات. واحد عايش في مجتمع فساد، رذائل، قبائح، جرائم بهالمستوى هذا، وإيش يطلع أو إيش بيصير؟ دكتور، بروفيسور، عالم. لأنك إنما أنت إفراز مجتمعك، أنت صنيعة مجتمعك، ما تقدر بعد تطفو على السطح، أنت نتاج وإفراز المجتمع الذي تعيش فيه، رضيت أم أبيت. يهيمن عليك الجو الاجتماعي الذي تقطنه. وإذا تعال شوف الآن النتائج التي سيحققها، يأتيك بدين عظيم يهيمن فيه على الكرة الأرضية البشرية بأكملها، يعني أيديولوجية جديدة يغير قناعات وأفكار ومعتقدات البشر، ومو سهل تلعب في عقائد الأوادم، ما تقدر. الناس عندها عقائد مآمنة عليها، اللي يعبد حجر واللي يعبد قمر واللي يعبد بشر واللي، وهذا بيجي يغير كل المعتقدات ويوحدهم على عقيدة التوحيد، على وحدانية الله عز وجل، ويغير أخلاقياتهم ويبدل سلوكياتهم فيجعلهم خير أمة أخرجت للناس. لا، وسيناوش قوى الاستكبار العالمي في زمانه، الفرس والروم، إمبراطوريتين بمن؟ بفئة قليلة من أصحاب، حفاة، مشاة، إصارع الدنيا، ويهزمهم ويغلبهم ويبلغ نداؤه إلى كل بقاع الدنيا، في قعر بلاد الكفر وسط بلاد الغرب ينادى فيها: أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. هاي من يقدر عليها؟ ولا زعيم ولا حكيم ولا قائد ولا جنرال ولا ملك ولا سلطان، ما سمعنا واحد قدر يهيمن على النفوس، يجيب يعني رؤية كونية يأثر بها على الوجود بأسره. لا، ويأتيك بكتاب يتكلم فيه عن كل شيء، عن السماء وأفلاكها، عن الأرض وطبقاتها، عن الملائكة، عن صفات الله، عن قصة الإنسان، عن الحيوان، عن النبات، عن القيامة والمعاد والجنة والنار. ما من شاردة ولا واردة إلا وطرقها في كتابه. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كتاب لا تفنى عجائبه، يجري مجرى الليل والنهار. كنوز تستخرج، موسوعات تفسيرية ضخمة 60 و70 مجلد، وكل من يجي ينزف يقول بعد عجاج لا ينتهي، بحر لا شواطئ له. انت من تفتح الكتاب هذا تطلع على مضامينه وإثاراته العلمية الراقية، تقول قطعا جزما حتما هذا ليس كلام بشر، إن هو إلا وحي يوحى. فيثبت الدليل ويثبت المدهى. آية إعجازية، ما حد قادر لحين ينقض هالنظريات، ينقض هالآراء. عادت كتب العلماء 50-70 سنة خلاص تبطل هاي النظريات، أما القرآن صار لي 1400 وأكثر ولحين معجز. أكابر العلماء متحيرين، ما قادرين يغوصون في بطون هذا القرآن. من هنا يثبت أنه آية إعجازية، وعلى رغم كل هذا وذاك نزاهة وسمو ذات وعلو أخلاق، بحيث أنه كل الجهود التي بذلها ما طلب أجرا على دعوته أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا. وهي المودة إلكم، خيراتها وبركاتها، أنتم المنتفعون من مودتكم لأهل بيتي، تنالون بها سعادة الدارين. وإلا هم ما ينفعهم، حبيتونهم لو بغطونهم ما يغير من مقامهم عند الله شيء، أنتم المستفيدين من حبكم ومودتكم لأهل بيتي. وتحمل الآلام والصعاب
اتهموه، جرحوه، كاذب، خائن، كاهن، ساحر، مجنون. يأمرون صبيانهم أن يرضخونه بالحجارة، وإذا سجد على الأرض يأتون بفضائل الذبيحة والدماء يلقونها على رأسه. وعلى رغم كل هذه الصعوبات والتحديات يرمق السماء بطرفه ينادي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إغراءات حصل، تعالش ما تريد نعطيك، نسوان عدنا، فلوس تريد، زعامة بنخليك. قال: لا والله، لو تعطوني الشمس بإيد والقمر بإيد لن أرجع ولن أتراجع عن دعوتي هذه حتى أموت دونها. وما طلب شيئا، ما طلب شيئا إلا المودة في القربى. قالوا: قرة عينا، ابشر يا رسول الله. عجيب غريب، يعني إذا تقرأ التاريخ تحط يدك على رأسك. مؤرخين يقولون هاي العبارة ينقلونها: لم يزل الجسد الشريف غضا طريا في قبره. بعدين داوى على القبر الطاهر: وإذا بهم جازوا نبيهم خير مجازات. انتهكوا حرمته. انت عاد تصدق، تقبل، تتفاعل، ما تتفاعل، أنا ما لومك، ما أعتب عليك، لأن حتى العاشوا في قلب الحدث وشهدوا الوقائع بأم أعينهم، ما صدقت عقولهم وما قبلوا ذلك. يقول لي: تعال سلمان، إيش صاير؟ صحيح الأخبار، المدينة تموج بأهلها كأنها السفينة تتلاطم بها أمواج البحر. وش الحكايات هاي؟ نكس راسه قال: لا تلوع قلبي يا سليم، المصيبة عظيمة والجرح لا زال يدمي. هذا التاريخ نصب عينيك. ابن قتيبة الدينوري في كتاب الإمامة والسياسة يقول: هجمات، هجمات يا علي، يا علي، دفعات كر وفرصار ذلك اليوم، غصت الشوارع بأهلها، الناس تتراكض، اللي جايب حطب واللي شعل نار واللي شايل صوت. وأزيدك يا سليم، وما على الزهراء. إن كانوا لم يحترموه في حياته، أو تطلب منهم أن يحترموه بعد مماته. إذا هو بعد موجود يلفظ أنفاس الأخيرة، يرفع فخذ يضع الآخر، ينادي: يا أصحابي علي بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. ازداد اللغط، كثر الهرج والمرج، اعتلت الأصوات في حضرتي الشريفة، حتى قال الرجل كلمة: دعوه إنه ليهجر. آخ آخ، هاي عاد نزلت كالصاعقة على قلبه الطاهر الأقدس. أغشي عليه من هول هذه الكلمة. أفاق من غشوته وقد غورقت عينه بالدموع. ها يا رسول الله، قال: وإيش بعد؟ أسف عليكم، أو نأتيك بما طلبت الآن أو بعد الذي قلتم؟ قوموا وتفرقوا عني، لكن أوصيكم في أهل بيتي خيرا. هذا إذا أنا موجود وعصيتوني، إذا أنا حاضر وإياكم وخالفتوني باكر وإيش بتسوون؟ واللي يقول هالكلمة يسوي أزياد. خرج عنه أصحابه، ثم دخل عليه أمير المؤمنين، ومن خلفه الزهراء تسحب أذيال المصيبة، والحسن والحسين من ورائها يتصارخان: وجداه، أيوة مصيبته. جلس علي عند رأس النبي، والزهراء عند رجله، الحسن على يمينه، الحسين على شماله، يعني حفة الأنوار الهاشمية. يتزودون عاد من هالجمال المحمدي، عقب هاليوم ما تشوفون جمال محمد.
هذا ورسول الله يغشى على الساعة ويفيق ساعة أخرى، وكلما أغشي على النبي لطمت الزهرة صدرها صرخت وأبتا، نظرت إلى وجهي وإذا به يتلألأ كأنه البدر ليلة تمامه وكماله. هذا وجبين النبي يرشح عرقا كأنه اللؤلؤ الرطب، نادت وأبيا يا ضيوس تسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمته للأرامل. رمقها النبي بطرفه: بني هذا قول عمك أبو طالب، ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أهل العزى. ثم شرع النبي في بيان وصايا، قال: ضع يدك يا علي تحت حنكي، إذا فاضت نفسي فامسح بها وجهك، وإذا أنا مت فغسلني، ولا ينزلن قبري أحد غيرك. وهذا الحنوط عندك قدام السرير هبط به جبرائيل من الجنة، قسمه أربعة أقسام: قسم إلي وقسم لابنتي فاطمة فإنها أول أهل بيتي لحوقا بي، وقسم إليك يا علي، وقسم إلى ولدي الحسن. ثم أطبق النبي شفته. هم أربعة لو خمسة؟ انت عاد ذكرني، إذا أنا نسيت واحد ذكرني به. يقولون خمسة أهل الكساء. عندك صرخة؟ أحس في قلبك صرخة اليوم تبي تطلعها. شي هذا ما يستاهل، مو محسوب عليكم. قامت على قدميها، انكبت على صدر أبيها، نادت: أبتا حسين، حسين مكسور الخاطر يا أبا، ما عهدناك تفرق بيننا وبين الحسين. شي وإيش عندك؟ وإيش في قلبك على الحسين؟ أرخى النبي عينيه بالدموع: بني فاطمة لا تفجعي قلبي، مصايب قدام قدام يا زهرة. إن لولدي الحسين حنوطا خاصة. وين هالحنوط هذا؟ ما أشوفه. قال: لا يا بني، حنوطه من تراب أرض يقال لا كربلاء. حسين. ثم ضم النبي ولده إلى الصدر ونادى: عندي الدلو يا أولادي، ودعوني وتزودوا مني قبل لا تفقدوني، ودي أقبلكم قبل لا تفارقوني، يحفظكم الجبار يا حلوين الأطباع. عندي الدلة يا أبو محمد بشوفك، بقبل شفافك وبقلب جفوفك، جني عاين بالسموم خضر رجوفك، والله يعين اللي يشوفك حيل نزاع. ثم أشار على ولده الحسين: قم تعال تعال أبو علي على صدري. انكب الحسين على صدر النبي، مد رسول الله يديه، حل أزرار قميص الحسين وكشف عن صدره. يا ولي عليك أبو علي. وين يروح يركز النبي على مواضع؟ شم الحسين في منحره
ونزل نزل نزل وين لثمه قبلة في لبة قلبه. قال علي الدل يا غريب الغاذري عاد هذا يستاهل صرخ اليوم. علي الدل يا غريب الغاذري ودي أقبل من حرق قبل الملي ها وبقبل ضلوع الترضها وصالك اللي بكربلة تتوزع عوزع أهل العزا وإذا قد أغشي على رسول الله. يلا يلا عادلا واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي أهل بيت النبوة والإمام بالله ادخلوني على المظلل بالغمام أطلب الرخصة من النبي سيد الكون نادى النبي قومي يا فاطم وافتحي الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب وبوا يا ام الحسن هذا المفرق. اهل العزاء هبط ملك الموت على رسول الله قال أجئتني زائرا أم قابضا قال بل مخيرا وما خيرت أحدا قبلك ولا بعدك أبدا قال أمهلني حتى ينزل حبيبي جبرائيل ملائكة صاعد نازل اليوم عليك يا رسول الله. هبط الأمين جبرائيل مسرعا ماذا تقول يا أخي قال يا محمد ولا الآخرة خير لك من الأول حينها دار النبي عين في أهل بيته ونادى عليهم في أمان الله ثم قال يا ملك الموت امضي فيما أنت قادم إليه فشرع ملك الموت في قبض روح رسول الله بدأ بها من الرجلين وإذا شفتي النبي تتحركان ها تسمعون كلام أو لا ماذا ينادي رسول الله آخر لحظات من حياته ينادي يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي. أهل العزاء حينها أسبل يديه غمض عينيه أطبق فاه عرق جبينه سكن ألينه وفاضت روحه الشريفة أين المنادون ومحمد أين المنادون والسيد ما تدفن في داره ما تدفن في ما تدفن في داره ما تدفن في مد فوق المغتسل وتشعشعت أن مد فوق المغتسل وتشعشعت اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية يا ويلي يا ويلي على المغتسل ممدود يا خير الباري يا مرتضاك شف لي عن الوالي وجماله شيل الجفن عن غرته ودع اشبال هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحالة وهذا الشهيد حسين عبر تجاري يلي يتغسل والدي ويني العمامة فوق المنابر ما حالة حلو الجاب
قابلين تشيله خلاه تودع اليتامى من بعد ما نرتجي للبيت جي وبهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهدايا وانت يا بالعباس بالهونس جيب الماء طول على المغسل شعبني وفتت احشايا ممرود قلبي وعيشتي ما هي هاني ياللي تحفرون القبر واسعوا مكانايا بهداي نزلوا جنازته وسفروا وجفا ولا يا عز شال عنا ولا لفانا بعد النبي ما ريد هالدنيا داني بعد يا اللي تهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محي قشرة تراه تصير عيشتنا بليا بعد النبي ما ريد هالدنيا داني تقل بقعد بقعد على قبرك وبنعي قامت تنعي قامت تنعي بقعد على قبرك وبنعي وبصيح يا عز ويا منعي على وشن يكسروا ثبيل لظلم آل محمد ومحمد ملقم بلا تكفيني والداخلين على البتولة بيتهم والمسقطين لها أعز جنيني ثقل وصيت فوق المنبر بدرتي المعصومة وجتني يا ابويا بعدك هالأمتي المشوم بويا ريتك تشوف الغالية يا ويلي فوق الوجه يا قلب ذوب وهل يا دمعي يا دمعي يا دمعي على الصاحة يا فضة انكسار فرج عنا يا الله وعن إخواني المؤمنين فرج عاجل قيما كل محل بصر وهو أقرب من ذلك يا كريم إلى أرواح موتانا موتاكم مما تعلم أن ودي ثواب الفاتحة مع الصلوات.